أطلق سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العاصومي مبادرة باسم البرلمان العربي تقوم على إعداد مدونة سلوك للعمل البرلماني من أجل تعزيز الديمقراطية حول العالم. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي أمام الجمعية العامة للاتحاد الدولي البرلماني والتي تعقد اجتماعاتها في العاصمة الإسبانية مدريد. يأتي إطلاق المبادرة لتكون بمثابة دليل استرشادي يساهم في بناء قدرات البرلمانيين في مجال تعزيز الديمقراطية في مفهومها المعاصر والعمل على تطبيق متطلباتها الرئيسية على أرض الواقع.